Thank you.
I'm
عملنا هذا الحفل ودعينا كافة الناشطين والثوار في مدينة حلب. حبينا أنه نجمعهم في حلب القديمة وكأصالة وتراث حلب القديمة من شأن نحتفل ونحتفل كلياتنا بعيد في هذا العيد المولد النبوي الشريف. هذا الحفل قاموا به ثوار حلب القديمة. وهذا شيء يعني ما هو بعيد عن الشباب ثوار حلب القديمة، بكل سنة بيقوموا هذا الاحتفال وهذا شيء جميل. ونحن الحمد لله رب العالمين واقفين أمام كل شيء تحدي وكل شيء يردنا عن ديننا نوقف نحن أمامه، وهذا شيء الاحتفال بقوي العزائم بقوي المعنى بقوي الشباب. يعني دائما دوم نحن عطول نحن رب العالمين أني جعلني من المنشدين وجعلني من المنشدين لتقوية العزائم نشد بأزرن من سهلهم أنشيد جميلة مشان يقوموا فيها، هي أنشيد دينية وهي أنشيد ثورية ومن يعني شيء اللي برغبوه الشباب، وهذا شيء نحن متعودين عليه من منذ 35 عام. بس هلأ من 4 سنين هلأ يعني غيرنا البرنامج تبع الإنشادي، بما أنه هلأ نحن بثورة ونحن نعرفه نحن هلأ قتال وكذا وكذا إلى آخره. الهدف من إقامة مثل هذه الحفلات في هذا الوقت أردنا أن نقول للنظام نحن صامدون هنا رغم كل الألم، نحن صامدون سوف نبقى إن شاء الله ولن تحاصر حلب بإذن الله عز وجل ما دام فيها ثوار وما دام فيها أبطال، وحلب لن تفرغ من أهلها. شكرا.